صناعة المعرفة وصيانة الكلمة ما زالا العنوان الملموس للنسخة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ فتح أبوابه للجمهور، حيث تتزايد أعداد زائري المعرض يوماً بعد يوم من مختلف الأعمار ومن المصريين أو مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. صالات ما شاء الله كبيرة جداً، معروضات كبيرة جداً، المشاركين كثار. أعجبني وجود الشباب بيشتروا كتب، وكنت أتوقع أنهم ما بيشتروا للكتب الإلكترونية. أعتبر المشاركة بكتاب أو بمنشور أو بديوان في المعرض شرف كبير يعني حقيقة. فسحة زي ما تقول بتنور العقول، إن هو الواحد يخرج علشان يدور على حاجة يثقف بيها، يزود معرفته، يزود تنوعه، غير الأنشطة كمان اللي بيقدمها معرض الكتاب سواء للشباب أو للأطفال، غير كمان تعريفا بالوزارات وتعريفا بالإدارات الموجودة في مصر. الجمهور المصري يعني قادر على إحياء أي مشروع ثقافي كبير زي المعرض. يعني هو ده سبب النجاح الرئيسي ما شاء الله. احنا بنتكلم بنسمع ارقام بالملايين، وده مش متوفر في اي معرض كتاب اخر في العالم العربي، فدي ده سبب رئيسي لنجاح المعرض في مصر. بنشارك بقالنا 10 سنوات، واحنا بنحتفل ككل مصري بهذا الكرنفال الثقافي الماتع اللي هو بيقام على هذه الارض الطيبه، وبنقول الإقبال طبعا جميل جدا السنة دي والمبيعات كويسة. تتضمن نسخة عام 2024 فعاليات بارزة مختلفة، كانت من بينها ندوة بعنوان توثيق جرائم الحرب التي ركزت على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال. العنوان الذي تناوله عدد من الخبراء والمتخصصين البارزين في حقوق الإنسان والصحافة. النهاردة إسرائيل بتواجه تهمة خطيرة جداً، بترتب هذه التهمة وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بترتب التزام فوري وحال على ليس فقط سلطة الاحتلال ولكن على جميع الدول بأنها تتكاتف لحماية الضحايا من هذه الجريمة التي تعتبر أبشع أنواع الجرائم. فرصة إن احنا نبرز الدور المصري من أول يوم حتى الآن، سواء على المستوى السياسي، سواء على المستوى الدبلوماسي، سواء على المستوى الإنساني والمساعدات التي تقدمها مصر وهي الأعلى من على مستوى العالم كله. وفرصة أيضا نؤكد الدور اللي لعبته مصر للساعد في تغير أو في تحول اتجاه عدد من دول العالم والرأي العام العالمي الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، خاصة أن القضية ما زالت مستمرة والحرب ما زالت مستمرة، وما زال نتنياهو يراهن على تواجده على مقعده. مناقشة العدوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين وتوثيق جرائم الاحتلال والدور الإعلامي، أعتقد أنه هو موضوع الساعة. الحرب لم تنتهي بعد، فصل انتهى ولكن فصول أخرى هناك مخاوف أن تبدأ. الكل يتطلع لوقف إطلاق النار. يمكن حالة الإشادة التامة بمختلف الحضور بالموقف الوطني للدولة الوطنية المصرية للقيادة السياسية للشعب المصري هو أيضا من الأمور التي تستحق التوثيق، لأن التاريخ سيشهد لمصر. معرض القاهرة الدولي هذا العام أول مرة في تاريخه يفسح هذا المجال لندوات خاصة بدولة معينة بخلاف ضيف الشرف. هذا الذي نتوقعه دوما من مصر، لذلك كما رأيتم اليوم هناك ندوة متخصصة، واليوم الخامس من فبراير هناك العديد من الندوات حول القضية الفلسطينية من مختلف الجوانب، كذلك لابد من الإشارة أن هناك تخصيص ليوم التراث الفلسطيني. ويستمر معرض القاهرة للكتاب في استقبال وتلبية احتياجات زواره في مختلف المعارف والعلوم والقضايا من خلال 1200 ناشر من 70 دولة على مستوى العالم، إلى جانب الندوات والفعاليات المتنوعة ليحافظ على مكانته كواحد من أهم المواسم الثقافية
الثقافية في مصر والوطن العربي. تيموثي إيهاب، إكسترا نيوز.